السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. طبعا اليوم الفكرة في الفيديو فكرة مجنونة ممكن تحكوا عنها ولكن أنا بدي أعملها متعمد على أساس أني أورجيكم وأفهمكم أنه هاي الطريقة اللي بستخدمها أنا وبدي إياكم أنتوا كمان تستخدموها، يعني كم بتسهل علينا في الشغل وفي العمل في المحركات، جدا بتسهل علينا. وأنا بهاي الطريقة بحاول إني بس إني أثبت لكم إنه حتى لو الإنسان كان فاقد البصر لا سمح الله ولا قدر الله، حتى لو كان فاقد البصر بهاي الطريقة بيقدر يوصل المحرك وبيقدر كذا. اليوم الفكرة إنه بدي أنا أعصب على عيني بهاي الشاشة، حطها على عيني طبعا، وأوصل المحرك وأنا معصوب العينين وأشوف أنه أنا بقدر أوصل المحرك بدون أخطاء بهاي الطريقة أو لا. طبعا هذا المحرك بس للمعلومة، يعني أنا صورت عنه فيديو اللي كان احترق نتيجة الفورما القياس الكبير وكان متلامس في الجسم، وقلت لكم أنا ممكن أصوره بعد ما ألفه. طبعا هذا هو لفي أنا، لاحظوا هاي من الجانب من هون، لاحظوا يعني ان الملف مش طالع من الجسم نهائيا، ومن هون بعيد هذا الشكل طبعا، ومن هون نفس الشيء نفس الكلام من هون. الان مع التربيط انا بنزله هذا، هاي بس حبيت اورجيكم اياه لانه قلت لكم راح اصور لكم اياه. بعرف شو الفيديو انزله تبع الموضوع الفورما هذا قبل الفيديو هذا او بعده مش عارف. على العموم هاي انا وعدتكم اني اصوره وهذا هو المحرك صورته. الآن نرجع لموضوعنا، راح أوصل المحرك الآن بعد ما أعصب على عيني. بدي أنا بس أعلق الكاميرا وأعصب على عيني ونبدأ إن شاء الله بتصوير مقطع الفيديو، خليكم معنا. طبعا المحرك زي ما أنتم شايفين هي أسلاكو، هذا محرك 4000 دورة، ثلاث مجموعات من تحت وثلاث مجموعات من الوسط من جوا. أنا الآن بدي أوصله توصيل دلتا داخلي وأطلع له ثلاث أسلاك، بس بدي أوصل الأسلاك أنا توصيل وبعدين أنا بقشرهم ووصل وبلحمهم، بس بدي أورجيكم أنه أنا بقدر أوصل التوصيل بشكل صحيح أو لا هاي الأسلاك، وخليها داخل اللي جوه عشان ما حدا يفكر أنه أنا مرتب أسلاك أو أنا عامل أي ترتيب للأسلاك. خليهم بهذا الشكل، خلوني بس أثبت الكاميرا. طبعا الآن أنا راح أربط الربط على عيني بهذا الشكل، ونقول بسم الله. خلونا نسحب الأسلاك لبرا ونيجي عند فتحة الأسلاك أول مجموعة. طبعا أنا راح أطلع بدايات أول مجموعات من تحت على أساس إني أوصله دلتا داخلي، على أساس إنهم يكونوا البداية والنهاية يطلعوا جنب بعض. أنا صورت لكم هاي الطريقة قبل هالمرة، نطلع بدايات المجموعات الثلاثة اللي من تحت وبنبدأ من عند مجموعة من عند فتحة الأسلاك، وبنمسك طبعا هذا توصيله النهائي في بداية، وبنمسك نهايته ونمسك نهاية المجموعة الأولى، وبنستخدم الطريقة اللي أنا بحاول إنكم تتعلموها اللي هي 1 2 3 1. بقول منها هاي 1 واللي بعديها 2 واللي بعديها 3 واللي بعديها برجع بقول عنها 1 وباخذ بدايتها وبوصلهم مع بعض، وبعدين ننتقل للمجموعة الثانية اللي هي هذه
ناخذ نهايتها ونقول منها واحد اثنين ثلاث واحد، وبناخذ بدايتها معاها، وبعدين نجي للمجموعة الثالثة وبناخذ نهايتها وبنقول منها واحد اثنين ثلاث واحد، ونوصل النهاية مع بداية بهذا الشكل، وبالأخير بيبقى عندنا بداية مع نهاية على أساس توصلوا هيك تلتا، وبداية مع نهاية وبداية مع نهاية. طبعا هاي البداية بنخرجها، البداية والنهاية بنخرجهم على سلك، والبداية والنهاية اللي من هون بنخرجهم على سلك، والبداية والنهاية اللي من هون بنخرجهم على سلك. طبعا هاي هي التوصيلة. خلونا بس نتأكد انه انا وصلت بشكل صحيح او لا، او في عندي اخطاء. خلونا نشوف التوصيل الان. هاي المجموعة، هاي المجموعة نهايتها نهاية واحد اثنين ثلاث واحد، نهاية مع بداية فعلا صحيحة، هاي نهاية مع بداية. واللي هون نشوفها هاي نهاية هاي المجموعة واحد اثنين ثلاث واحد مع بداية هاي، فعلا انا موصلهم بشكل صحيح الحمد لله رب العالمين. وهاي نهاية واحد اثنين ثلاث واحد مع بداية هاي اللي هون، فعلا انا موصلهم بشكل صحيح. وهدول الوصلات الداخلية، والان كل سلكين بيبقوا جنب بعض، بصيروا عنا على خط على الدلتا، هيك بصير هيك عنا دلتا داخلي، بنوصل كل سلكين على طرف وبنطلعه لبرا، بصير عنا طالع ثلاث اسلاك بتوصيل الدلتا. الان انا الحمد لله رب العالمين وصلت توصيلي بشكل صحيح كامل متكامل. هاي يا اخوان يعني لاحظوا، والله انا ما كنت شايف، يعني بصراحة ما حدا يشك انه انا يعني شايف من خلال الربطة او كذا، لا صدقوني وصدقا وانا بحلف يمين انه انا ما كنت شايف، ولكن انا على كنت احسس بايدي وعد واحد اثنين ثلاث واحد واوصل. هاي هي يا اخواني الطريقة سهلة جدا، وانا بحاول اقنعكم فيها على اساس انكم تستخدموها في كل المحركات، لانها بتسهل عليكم بشكل كبير. يعني تخيل انت توصل المحرك وانت مش شايف، وانت معصوب العينين وانت مغمض، يعني انا لما احكي لكم مرات في عنوان الفيديو اشتغل وانت مغمض، فعلا بقصد اشتغل وانت مغمض، يعني بتقدر تشتغل الموضوع هذا وانت مغمض، ما عندك اي مشاكل، الموضوع سهل، موضوع بسيط، ما في اي مشاكل وما في اي غلبة، والموضوع ما في اسهل من هيك. وهاي هي ان شاء الله، ان شاء الله نكون اثبتنا لكم يعني سهولة هاي الطريقة، وان شاء الله انه تقتنعوا فيها وتعتمدوا عليها في الايام القادمة. وهاي هي ان شاء الله انكم تستفيدوا من المعلومات، ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، صلواتكم الخمسة، والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والاكثار من الاستغفار، والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله.